قصة المرأة، السؤال ده يتمحي من تاريخ حياتك الجوزية، ما تسألهوش لجوزك. السؤال ده لا يحتمل، لأنه دايما الجواب عنده هو إن هو ما بيعرفش. ليه بقى؟ لأنه الجواب اللي انت عايزاه هو مش عنده، هو ما يقدرش يخش في التفاصيل بتاعت وشك وجسمك ولبسك المعفن، ما يعرفش، ما يفهمش، مش زينا. هو مش ميك اب ارتست، مش فاشينيستايا، ما يفهمش التفاصيل دي، ارحميه. رقم اتنين بقى، بيكون جوزك قاعد في امان الله، راجع يا عيني من شغله وبيستكن وقاعد وعمال يفكر، مسكين الغلبان عمال يفكر. هتنط انت بقى وتسألي لازم، وتقولي له بتفكر في ايه، والجواب عنده تلاقيه. بص هيقولك ايه، انا عارفة الحركة دي بتحصل. ما بفكر في شيء والله، قاعد كده والله ما بفكر في شيء، والله ما بفكر في شيء. يعني انت سمعت الجواب بتاع انا ما بفكر في شيء، وقاعده مفروسه، وتقولي تلاقيه بيفكر في واحده، تلاقيه بيفكر يطلقني، تلاقيه بيفكر. وبصي هو عامل ايه، مكمل. هترجعي تاني عشان انا عارفاكي مش هتستحملي، وهتقولي له في ايش بتفكر. والله هذه الحرمة شكلها ناوية على، أقول لك ما بفكر في شيء. بس انبسطت طلعتيه من طوره. طب ايه رأيك انه في فعلا في دماغ الراجل صندوق اسمه ذا ناثينج بوكس؟ ايه يعني الصندوق الفارغ؟ لما الراجل يفكر فيه يعني ما بيفكرش فعليا ولا في حاجة. انتي عندك الصندوق ده؟ ما عندكيش، عشان ربنا لما خلق دماغك خلقه بطريقه في كونكشن عظيم، تقدري تربطي 500 موضوع في بعض، وكله في النهايه يصب في العاطفه. تربطي موضوع اكلك مع موضوع العيال، مع موضوع حماتك اللي مزعلاكي، مع موضوع مرات اخوكي، مع موضوع الست الفلانيه، مع موضوع الست مع جوزك راح فين، مع الولد عمل ايه، شغاله فين، كله مع بعضيه بيرتبط، وبتفكري فيه ودماغك مش عامة، وكله مرتبط كمان بعاطفتك، حساس. بس الراجل لا، ربنا خلق دماغه بطريقة انه دماغه عبارة عن صناديق كده متقسم، صندوق بتاع الشغل بس يفكر فيه في الشغل فقط، ما يربطش حاجة بحاجة. خلص من صندوق الشغل يخش على صندوق البيت، خلص من صندوق البيت يخش في تفكيره على صندوق الأكل. هو كده، هو كده. انت مش هتصدقي الحاجة دي، انا عارفة، لانه دماغك مش كده. عمرك ما هتصدقي انه ممكن جوزك يكون قاعد في البيت فعلا وعامل كده وما بيفكرش ولا في حاجة، عشان هو فعلا عنده صندوق اسمه الصندوق الفارغ، الا لما بيفكر فيه مفيش حاجة بيفكر فيها. بس انت عمرك ما هيكون عندك الحاجة دي، فبالتالي ما بتصدقيهوش لما بيقولك انا ما بفكرش في حاجة. انا بقولك هو فعلا بيكون ما بيفكرش في حاجة، بس انت بتفكري في كل حاجة. ده انت وانت نايمة بتحلمي، عارفة ليه؟ وهو ما بيحلمش، ويقولك انا يا ريت افتكر حلمي بس. لا زيك انت، انت بتحلمي وبتقومي تقرري على اساس الحلم اللي حلمتيه، ويا تحبيه يا تكرهيه. ممكن الراجل يصحى من النوم يقول لك اعملي لي الفطار، تقولي له ولك عين تتكلم، يقول لك انا عملت ايه، انا لسه صاحي امبارح في الحلم، ولا مش فاكر. حبيبتي التفكير الكتير ده هو ما بيفكرهوش. انا ما بقولكيش وقفي تفكير، لا استمري، بس ده دماغك، دماغه مختلف، ما تحسبوش على دماغك، حاسبيه على دماغه. موضوع التالت هو ارتباطك بالوعود طول الوقت. انا سامعاكي طول الوقت، اوعدني انك ما تسيبني، اوعدني انك تحبني، اوعدني اننا نفضل مع بعض طول العمر. كلام الافلام ده ما يمشيش معاهم، كلام الافلام ده انت اللي عمال تصدقي، هو ما بيصدقهوش على فكرة، انت اللي بتعيشيه وبتنصدمي. عشان بكرة لما يكلم عليك واحدة انت ما بتنصدميش عشان هو كلم، لا، الصدمة بتجيكي عارفة ليه؟ ازاي يكلم علي واحدة؟ امس وعدني انه ما يكلم احد عليا. يا ست الوعد ده وعد ايه وكلام فاضي ايه؟ الكلام التافه ده خليكي ناضجه، وسيبيك من كلام الافلام.
اساسا انت لما بتقولي له وعدني هو بيسلك لك ويقول بيسمعك الكلام اللي انت عايزه تسمعيه بدون اي احساس. فخلاص وقفي الغباء اللي بتعمليه ده. انا ما بحبوش. وعد اننا ما نسيب بعض ابدا. شت هويل هادي. اظن كده فهمنا انه دماغ المرأة يختلف عن دماغ الرجل. ارجوكي بطل الاسئلة المعفنة اللي بتسأليها لجوزك كل يوم. وانت كمان لسه انت لك حلقة تانية، لسه انت كمان عمال تحكم عليها عن طريق دماغك. لا، احكم عليها عن طريق دماغها. يا ريت نفهم بعض. اضطر اكتب عشان الحرمه دي تسكت. ايوه كنت بقاعد افكر ان انا احبك وانت تحبيني واحنا نحب بعض ونحبحب في بعض وحبحبو وحمر يعني. يعني المشكلة انه صاحبتي تعرف اني عندي حساسية. مع نفسك ما اعرف والله، احسب ما تخبر الروح القوية. وتعرف انه عندي جيوب انفية، وتعرف انه العطور تأذيني. والله ما اعرف. ودخلت السيارة ما اعرف. بخ 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 ما اعرف ما اعرف. وتعرف انه ما في عطر اقدر استخدمه في الحياة اصلا غير واحد عطر اللي هو المسك. وتعرف هي اعرف ايوه اعرف. ورحت لها في الرياض وشافت عطوري صح؟ ايوه شفت عطوري. واول ما ركبت السيارة عشان تشم ريحة كذا عينات بخبخت عطر. والله العظيم لا ايش هذا ما اعرف. ممكن افهم ليش؟ ما اعرف قلت لك ما كنت اعرف. كيف قلتي ما اعرف؟